تفضل يا استاذ مصطفى. كيف حالك يا استاذ وليد؟ الحمد لله. استاذ وليد، رجاء لا تهرب من المكالمه مالتي، هاي المره الثالثه تهرب من المكالمه مالتي، رجاء لا تهرب. دقيت عليك من غير خط، حتى جماعتك عرفوني قام ما يفتحون علي خط. يعني انت داخل تقول لي لا تهرب؟ سيب الحكم للمشاهد. نعم، اتفضل فسر الآية، علي صوتك بس الأول، اتفضل فسر الآية. ليش بس حين أكمل الكلام؟ حضرتك اتفضل فسر الآية، اتفضل. الرقمية أنا قبل شوي شرحت لك إياها الآية. يعني أنت رقمية. يعني أنت مش عارف الآية فين؟ ولا عارف هي رقم كام؟ وجاي تفسرها لا 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 حبيبي، وبتقول لي لا تهرب. اسمع اسمع، حقرأ لك الآية. اتفضل اقرأ. اتفضل. والذين اتبعوهم بإحسان. لا مش والذين اتبعوهم، اقرأ من من بداية الآية، اقرأ من البداية. من بداية آية التوبة، من 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 أول الآية. من أول الآية، اتفضل. نعم ان شاء الله حقرا لك من اول الايه وانا بخدمتك ان شاء الله استاذ وليد. وعلى فكره انت كان صوتك، انا قفلت عليك عشان كان صوتك بيقطع. اسمع استاذ وليد رجاء، يبقى ارجع. معلش بس معلش معلش، انا افتكرتك لان انت كنت دايما تقراها من بدايه والذين، فانا افتكرتك الان. يبقى ارجع حضرتك للفيديو المسجل، هتلاقيه نازل على القناه، هتلاقي صوتك كان بيقطع. ما تقولش تاني ان انا هربت منك. اسمع. تاني اتفضل. براءة من الله ورسوله والذين. يا عم مش بداية، يا عم بقول من بداية الآية وليس من بداية السورة. من بداية الآية وليس من بداية السورة. من بداية الآية استاذ وليد، ان شاء الله بخدمتك. استاذ وليد انت معاي؟ معاك، اتفضل. غير قارك من الذين؟ من الذين؟ يا عم بقول لك من بداية الآية، من بداية الآية. تمام استاذ وليد، ان شاء الله حقرا لك من بدايه الايه ان شاء الله. ان شاء الله استاذ وليد. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. انت بتقرا من المصحف؟ اسمعني، انت بتقرا من المصحف؟ بتقرا من المصحف؟ اسمع استاذ وليد من نعم نعم اسمع استاذ وليد نعم ايه اسمع. اساسا انت اساسا اسمعني يا عم اقرا غلط يا عم، اقرا غلط. اولا شلت واو اللي هي والذين امنوا، قلت لك بيها. وثاني حاجه مفيش من هنا، مفيش من تجري من، مفيش من هنا. اقرا الايه من الاول وجديد. اقرا الايه من الاول وجديد، اقرا الايه من الاول وجديد. دقه في الايه، اقرا الايه من الاول وجديد. استاذ وليد خلا اكمل لك ان شاء الله ولا تهرب. رجاء يا عم اقرا الايه من جديد. انت شفتني هربت ولا جيت جنبك؟ انت لا تهرب لا تهرب وخلاص. نعم حقرا. انت ليه منهزم دايما كده؟ والسابقون الاولون، الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم بالاحسان بالاحسان رضي الله عنهم باحسان. فين واو؟ فين والذين وليس الذين؟ والذين استاذ وليد لا تفر وتدور وياي وتقوم الذين والذين امنوا. يا عم انت بتقرا من المصحف، ما تركز في المصحف واقرا، اقرا بقى من البدايه تاني، ركز في المصحف واقرا صح. استاذ وليد رجاء لا تفر عليه فرارات، بس خليني اكمل لك الايه. يا عم اقرا الايه من البدايه، ده قران، ده قران، اقرا الايه من البدايه اتفضل. زين ايش فرقك عن تقرأ القرآن؟ استاذ وليد ايش فرقك بين اقرأ القرآن هذا؟ يا عم تفضل اقرأ الآية من البداية، يا عم ما أنت كل ما بتقرأ بتغلط، اتفضل اقرأ الآية من جديد. نعم نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم والذين اتبعوهم، هو القرآن اللي قدامك ما فيهوش واو. بالإحسان رضى الله عنهم. بالإحسان انت جبت بالإحسان اللي انت حطيت الألف منين؟ بالإحسان جبتها منين؟ الألف واللام جبتها منين؟ بإحسان يا أستاذ وليد يمكن ما جاي تسمع.
بإحسان بإحسان. طيب رضى الله عنهم. رضي الله عنهم مش رضى. رضي الله عنهم مش رضى. رضي الله عنهم. استاذ وليد انت جات حفظ القران مثل ابو الانبار اللي كان يحفظ يا عم خلص يا عم يا عم خلص يا عم اقرا صح. وانا قلت لك حاجه انا ما بحفظكش انا بخليك تقرا صح. عبالي عبالي مثل الشيخ هذا عارف ايش يقول له ابو الانبار لان قالوا يعني خوش يحفظ القران. يا عم ما تخليش اجيب لك الشيخ الايراني اللي كان بياخد العيال ورا البتاع وهو بيعمل ما تخلينيش ما تبقاش ناس وسخه ما تبقوش ناس وسخه. طب ده اتحكم عليه بالبراءة التاني ما اتحكمش عليه بالبراءة. امشي اهبل بقى يلا. الشيخ حكمت اتحكم له بالبراءة طلعت قضية مزيفة مزورة عليه بعد ما هللته الدنيا حكموا له بالبراءة. لكن الايراني اللي كان بياخد حكموا له بالبراءة. لازم الشيخ يعمل حاجة عشان يهرب ويقول لك ما تهربش. مش عارف مش عارف يقرأ آية صح مش عارف يقرأ كلمة في الآية صح وجاي يقول لك ما تهربش. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.